في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل قرنبيط باللحمه المفرومه، وهنعمله بالكريمه اللباني والجبنه، وهنعمل كمان معاه سلطه روسيه. تعالوا نشوف القرنبيط احنا محتاجين ايه. هنبقى محتاجين قرنبيط يعني من متوسط لصغير، ما يبقاش كبير قوي، عشان هنعمله زي طاجن، ولحمه مفرومه وطماطم مخليه وصلصه طماطم وبصل وثوم مفرومين ودقيق وبيض للبانيه، ومعاهم كربونات صودا، وكمان بودره ثوم وبصل وبابريكا وزبيب ولوز. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط اللحمه اللي متعصجه، نحط بس كده معلقتين او معلقه زيت، وممكن ما نحطش خالص بس هي عشان سخنه قوي. هجيب البصل، طبعا اللحمه انا متبلاها بملح وفلفل، وحطيت كمان عليها بودره ثوم وبصل، وممكن نحط جوز الطيب لو حابين. هحط البصل هجيب بقى البولة دي وانشفها كويس، وهكسر فيها البيض، وهتبل البيض بقى بالبصل الباودر والثوم والبابريكا وملح وفلفل. حط معلقه بابريكا ومعلقه بصل ومعلقه ثوم، بيديله نكهه حلوه قوي الحاجات دي. وهحط كمان معاهم معلقه ثوم مفروم وملح وفلفل. وهخلط المكونات دي كويس قوي مع بعض. ناس كتير مش بتحب القرنبيط، والقرنبيط بيظهر بالذات في الشتاء، وبجد ليه فوائد حلوة قوي قوي، يعني كويس للشعر. في ناس بتستخدم المية بتاعته ماسك للشعر عشان تغذيه، فالقرنبيط من الحاجات المهمة جدا. فاحنا نحاول، عشان احنا مش بنحبه او اغلب الناس ما بتحبوش، ان احنا نحاول نعمله نكهات بحيث انه في الاخر يبقى طعمه حلو. يعني البيض ده النكهات اللي انا عملتها فيه هتخلي في الاخر طعم القرنبيط الاطفال تحبه، بالذات لو عملناهم لهم في ساندويتش، لو هما مش حابينه طاجن زي اللي احنا هنحطه ده، او زي اللي احنا هنعمله النهاردة طاجن باللحمة المفرومة، فهو مش باين ان هو قرنبيط سيرف. يعني نبتدي بقى نحط كده نغرقه كده في البيض، وهنسيبه شويه الناحية التانية. هنحط الدقيق وعليه كربونات الصودا، دي بتخليه ينفخ كده ويبقى شكله حلو. وبرضو هنكهه بشوية كده بصل وثوم وبابريكا، ونقلبه كويس، وهنحط له برضو ملح وفلفل.
ايه رايكم بقى نطلع فاصل ونرجع نكون خلصنا قلي القرنبيط، نرجع نكمل بقية اكلاتنا. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، شايفين اللحمة خلاص استوت كده والقرنبيط انا طلعته من الزيت. هنبتدي بقى نحط معلقتين من صلصة الطماطم ونقلب كويس. وبعدين ابتدي احط الطماطم المخلية وهسيبها بقى ايه تتسبك شويه مع اللحمه. ريحه حلوه جدا. نبتدي بقى نجيب الطاجن زي ما انتم شايفين كده ونحط فيه القرنبيط اللي احنا قليناه وبعدين نبتدي نحط اللحمة كده عليه. هنجيب بقى جبنة موتزاريلا، جبنة بارميزان، مش عايزين فيه جبنة خالص، براحتكو اللي انتوا عايزينه. هحط كده الجبنة كده وهجيب الكريمة اللباني واعملها كده داير ما يدور. بجد الطبق ده يعني اللي مش بيحب القرنبيط هتشوفه بعد كده هيطلبه على طول. ممكن نزود كده جبنة هنا. وبعدين نحطه في الفرن لمدة يعني ممكن 10 دقايق او يعني من 8 لـ10 دقايق هي كل حاجة مستوية، هي بس ايه تمسك مع بعضها. كده حطيناها في الفرن، نبتدي بقى نحط هنا معلقة زيت عشان هنحمر الزبيب واللوز. ممكن نحط معلقة كده. نقول لكم بقى السلطة الروسية او الراشن سالد بتتعمل ازاي. هنجيب كده بولة كبيرة كده عبارة عن مايونيز وزبادي وقشطة. مايونيز والزبادي هنفضيه بس من المية اللي فيه. طبعا الزبادي مع المايونيز انا بحبه عشان بيكسر الدسامة بتاعت المايونيز والقشطة وبيدي طعم مزز كده حلو. والقشطة القشطة معلقتين والمايونيز معلقتين والزبادي علبتين زبادي. وهنحط سكر، معلقة سكر كبيرة، وليمون
وملح وفلفل فلفل اسود وملح وهنقلبهم. واحنا بنقلبه هنحط زيت تقريبا ربع كوباية زيت وهسيبها كده على جنب. وهبتدي بقى اشوف الخضار اللي احنا هنحتاجه ايه. كابوتشي وجزر وخيار والحاجة بتتقطع كبيرة شوية. دايما اقول لكم نقطع الكابوتشي بايدينا عشان ما نكسرش الفيتامين، بس المرة دي السلد عايزة تتقطع شرايح رفيعة شوية. لما شميت الريحة والسمك عرفت. نبتدي كده ننزلها كده في البولة وبعدين نجيب الكابوتشي نحط بس الزبيب قبل ما اللوز كده يتحمر نسيبهم. ونقلب بقى في الاخر. هنجيب الجزر كده كده الزبيب ولوز اتحمروا، هنشوف هنعمل بيهم ايه دلوقتي. كده الجزر خلاص قطعناه عشان كده جبت بولة كبيرة عشان نبقى براحتنا واحنا بنقلب. نبتدي بقى نقطع الخيار. عاملة النهاردة أكلة متكاملة عشان لو جالنا ضيوف. عملنا رز بالزبيب واللوز وعملنا كمان الأرنبيط بالطريقة الجديدة والحلوة دي. ممكن وعملنا السلطة الروسية بالمايونيز والقشطة والزبادي. يا رب الأكل النهاردة يكون لذيذ وتجربوه بسرعة. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.